معنا في الاستوديو الاستاذ مصطفى الحسني، مساعد رئيس الجامعه المستنصريه للشؤون العلميه. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير واهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم جميعا، وصبحكم الله بالخير، ورمضان مبارك عليكم وعلى جمهور قناه العراقيه الفضائيه. يبارك فيك يا رب. استاذ، ممكن انه تحكي لنا عن استعدادات الجامعات الدراسه الالكترونيه لبدء الفصل الثاني او الكورس الثاني من العام؟ انطلق الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من شهر ايار الحالي. حقيقه نحن ملتزمون بالمناهج الدراسيه من خلال الصفوف الإلكترونية، من نظر لتأثير جائحة كورونا في العراق وفي سائر دول العالم، حيث أنجزنا الفصل الدراسي الأول. بالبداية كانت هناك الدراسة عبر الصفوف التقليدية، ومن ثم قمنا بمتابعة المناهج الدراسية وفق الصفوف الإلكترونية، باعتبار أن التعليم الإلكتروني يعتبر هو الحل الوحيد لعدم لتفويت ضياع السنة الدراسية على أبنائنا الطلبة، حيث أن التعليم الإلكتروني هو تعليم مساند وليس تعليما بديلا عن الصفوف التقليدية، ويعتبر مسؤولية تضامنية بين الأساتذة والطلبة والمؤسسات الأكاديمية. نعم. طيب دكتور، يعني هل يتم اعتماد التعليم الإلكتروني بالفصل الدراسي الثاني للسنة؟ نحن ملتزمون بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن هذه التوجيهات هي سارية على جميع الجامعات العراقية منذ الفصل الدراسي الأول، ونتابع عن كثب مع الفريق الوزاري المشكل في تبني تجربة التعليم الإلكتروني. حقيقة أن التعليم الإلكتروني يحتوي العديد من المميزات، منها أنه لا يعترف بالبعد الزماني والمكاني. ثانيا، أن الطلبة في الصفوف التقليدية هم محددين بالبعد المكاني، بينما التعليم الإلكتروني ممكن أن نستثمر هذه المنصات الإلكترونية والبرامج العالمية في الالتحاق بأكبر عدد ممكن من الطلبة من داخل العراق ومن خارج العراق، بالإضافة إلى التواصل مع الأساتذة والباحثين من الجامعات العربية والدولية. طيب استاذ ضياء، يعني الان تم انتهاء الكورس الاول بخصوص طلبه المقررات من المراحل الاولى، هي الدرجات كيف راح تحتسب بالكورس الثاني او حتى نهايه العام مثلا تنحسب هي الدرجات الالكترونيه ام ماذا؟ حقيقه هناك توجيهات من وزاره التعليم العالي والتي تصب في مصلحه ابنائنا الطلبه، اولها تقليص المناهج الدراسيه إلى نسبة 65 إلى 75 من المنهج الدراسي لتخفيف الأعباء عن الطلبة في ظل هذه الجائحة. ثانيا، الامتحانات الإلكترونية سوف لا تعتمد في الوقت الحاضر، وإنما السعي سيكون مقسم على المستويات التالية من حيث التحاق الطلبة بالصفوف الإلكترونية، المشاركات في الصفوف الإلكترونية والواجبات البيتية والتقارير، إضافة إلى الامتحانات الشهرية واليومية ما قبل الجائحة. هناك تخوف حقيقة لدى الطلبة من اعتماد الامتحانات الإلكترونية، وهو حق مشروع. بالإضافة إلى تخوف الطلبة، نحن كجامعة مستنصرية لدينا تحفظات على إجراء الامتحانات الإلكترونية عن بعد، بسبب أنها تتعارض مع الرصانة العلمية. أولا، كيف يمكن التحقق من هوية الطالب الممتحن؟ ثانيا، كل الامتحانات ستكون مفتوحة المصادر بين قوسين أوبن ليكتشرز. ثالثا، إمكانية استغلال الطلبة هذه الآلية في مشاركة الأجوبة، سواء إن كانوا في موقع جغرافي واحد أو مواقع متعددة. رابعا، إمكانية الطلبة الولوج إلى الإنترنت لاستحصال الإجابات، سواء كانوا من ذات الجهاز كأن يكون موبايل آخر أو لابتوب أو تابلت.
نعم. طيب دكتور، يعني فيما يخص يعني التعليم الإلكتروني، يعني هناك مشكلة يمكن حضرتك وكل الأساتذة المختصين بالتعليم يدركوها، اللي هي مشكلة أنه مو أي شخص، مو أي طالب يقدر يحصل على أنترنت أو عنده موبايل حديث، لأنه تعرف التعليم الإلكتروني يحتاج صور، وبالتالي هذا حيكون مكلف، ناهيك عن أنه الطلبة اللي يسكنون القرى والأرياف، فهذه شنو الحل إلها؟ حقيقة كل تجربة ناشئة توجد لها تحديات. نعم. مثل ما لها مميزات بالمقابل لها تحديات، من ضمنها افتقار ذوي الدخل المحدود إلى الأجهزة التقنية الحديثة كأجهزة الموبايل واللابتوبات والتابلت، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت وأيضا إلى كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة، لأن تعرف أن الفصل عندما يبدأ أو المحاضرة أو السجن الجلسة لازم أن نأمن كل هذه الشروط. في ظل هذه الظروف المالية وشحة الموازنة، حقيقة الجامعات يعني لديها شحة بالموازنات فقط من هذا الجانب، ولكن لدينا مؤشرات ولدينا إحصائيات بالتحاق أكثر من 71% كنسبة من نسبة التفاعل، عفوا نسبة التفاعل هي 71%، بينما الذين التحقوا بالصفوف الإلكترونية في الجامعة المستنصرية عبر البروفايل الأكاديمي الذي قطعنا شوط به يتجاوز 80% بالجامعة المستنصرية. أيضا من ضمن التحديات، هناك من ضمن التحديات لدينا النقص بالتشريعات، ونحن بحاجة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات من أجل ترصين تجربة التعليم الإلكتروني وضمان ديمومتها ونجاحها واستثمار فوائدها لما بعد الجائحة. نعم. طيب دكتور، يعني سؤالنا الأخير حتى لا يدركنا الوقت، باختصار أنه هناك يعني بعض الامتحانات تمت ليس إلكترونيا، فكيف راح تعتمد، وهل الدراسة الإلكترونية بعد انتهاء جائحة كورونا راح تبقى مستمرة بصورة طبيعية أم نرجع لدوام طبيعي وتلغي هذه الحالة؟ مثل ما تعرفون جنابكم وجناب السادة المشاهدين، المحافظات اللي تأثرت فقط هي محافظات الوسط والجنوب. بالنسبة للعام الدراسي هناك كان أكبر تحديين، تحدي التظاهرات وكذلك تحدي الجائحة. بالنسبة للجامعات ككل تأثرت بالجائحة، الجامعات الشمالية والجامعات الغربية لا توجد لديهم مشكلة حقيقة، قطعوا أشواط كبيرة، بينما اللي تأثروا بشكل كبير هي جامعات الوسط والجنوب. بالنسبة للامتحانات، هناك تم إجراء امتحانات قبل جائحة كورونا، وكما أسلفت سيتم اعتمادها في السعي الامتحانات اليومية والامتحانات الشهرية بالإضافة للمعايير الأخرى اللي نوهت عنها. حقيقة التجربة وجدت لتبقى، تجربة التعليم الإلكتروني لمواكبة التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، علما بأن التعليم الإلكتروني هو ليس بدعة عراقية وإنما هو سياسة متبعة لدى كافة الجامعات العالمية المتقدمة. نعم. ونحن ماضون بهذا الاتجاه واستثمار كافة إيجابياته في خدمة المسيرة العلمية والتعليمية للجامعات العراقية. نعم. الأستاذ ضياء الحسني، مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشؤون العلمية، شرفتنا ونورتنا، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم.